الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. مصر تقدم خطابا إلى مجلس الأمن لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي. الأمم المتحدة تؤكد أن اتفاق الحبوب سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية، وتدعو موسكو وكييف للتعاون من أجل إنجاحه. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. شمل القرار الجمهوري كلا من هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهانيه وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار، وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات نحو مستقبل تسوده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، ونقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وأعربت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن تمنياتها أن يعيد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأوضحت الداخلية أنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى 31 من أغسطس المقبل، على ألا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الذي يعقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
الفعاليات للمؤتمر تضمنت محاضرات للمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعدد من ورش العمل، وتناولت التقنيات الحديثة أيضا في أسلحة ومعدات الدفاع الجوي والمركبات المأهولة وأنظمة التعارف الكهرومغناطيسية وتطبيقاته المختلفة وتحديد المواقع باستخدام تقنيات أنظمة الملاحة. وأعرب قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بالاطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوي. تواصل وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 60%. هذا وتستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس، كما تستمر التخفيضات في منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس. أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا أن احنا نمد المبادرة شهر كمان، بالفعل احنا لبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع علينا، ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60%. الحمد لله كل السلع الاستراتيجية متوفرة عندنا، زيوت، سكر، مكرونات، رز، صلصات، لحوم، كل دي الاسعار موجوده بسعر اوفر بكتير من بره. هي حاجه كويسه ان هو مدها لشهر 8، واحنا فرحانين ان هنا حاجه كويسه ومنظمه على طول، ودايما هم على طول في تخفيضات، ويا ريت تنها على طول دايما وكده. بلاقي حاجتي كلها موجوده، ما بروحش هنا ولا هنا، وارخص من اللي بره. تتوفر السلع باسعار مخفضه بفروع السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره والتي تصل الى 1002 فرع على مستوى الجمهوريه. تتراوح نسب التخفيض من 25 الى 60%. بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. احنا بنتعاون مع وزارة الداخلية إن احنا نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر للحلقات الوسيطة اللي عليه. مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله، وعلى استعداد التكمله معاهم، لان احنا بادئين من بدايه المبادره واحنا في انطلاقه من انطلاقه المبادره واحنا موجودين معاهم. عندنا عروض كامله جدا على السلع الاستراتيجيه، مع العلم ان مثلا ان في ازمه عالميه، لكن الحمد لله في دعم من وزاره الداخليه معانا. الحمد لله الاسعار كويسه ومتوفره، والحاجه كويسه جدا، واحنا دايما بنيجي الاماكن ديت لان فيها فرق كبير بيننا وبينها وبين الاسعار بره. والله المبادره انا شايف فيها حاجه كويسه جدا، الاسعار مناسبه وبتغطي السوق اللي بره، مخليه الاسعار، حاسس ان الاسعار احسن من السوق اللي بره بكتير. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة، أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم
بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية. توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 455 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طنا، كما تم ضبط أكثر من 58 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 47 قضية خبز ناقص الوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 72 طن أقماح محلية. صرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث غدا السبت 30 من يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر في 1 ظهرا، ومن المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المشكلتان بخصوص اطراحهما للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن ينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة أو المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. هذا وسيصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهت إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني. وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد. واعتبر شكري أن ذلك يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق الدول المصب. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. هذا وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري في خطابه إلى مجلس الأمن الدولي على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها التاريخية أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له. وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 من يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
في هذا الإطار شددت الخارجية المصرية على مطالبة مصر لأثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن وتحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك أثيوبيا لالتزاماتها الدولية المشار إليها. كما أكدت وزارة الخارجية احتفاظ مصر بحقها الشرعي والمكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الأثيوبية. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، مؤكدا أن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية الضرورية. جاءت تصريحات ميقاتي خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة المالية اللبنانية بمناسبة دخول قانون الشراء العام في لبنان لحيز النفاذ، بعدما أقره مجلس النواب السابق واعتبره رئيس الحكومة أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام والتقدم في مسار إصلاح المنظومة ككل يثبت أن الحكومة نفذت التزامها الكامل أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الأسرة الدولية تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء. أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أن الاتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء. هذا وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن هناك التزاما من الأطراف كافة لتنفيذ هذا الاتفاق. الاتفاق الخاص بالحبوب يمثل بادرة على أن الحوار ممكن لتخفيف المعاناة الإنسانية. الأمم المتحدة تبذل الآن كافة الجهود دعما للأطراف لتفعيل هذه المبادرة بدءا بافتتاح مركز التنسيق المشترك منذ يومين. وكما ذكر الأمين العام التزمت الأطراف جميعا بالتزامات واضحة لضمان الحركة الأمنة للحبوب والمواد الأخرى للأسواق العالمية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ضغط على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقبول اقتراح أمريكي يهدف إلى إطلاق سراح اثنين من الأمريكان المحتجزين لدى موسكو. وأضاف بلينكن أنه أجرى محادثات صريحة ومباشرة مع لافروف، وأخبر نظيره الروسي بأنه يتعين على موسكو الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار اتفاق لتصدير الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن العالم لن يقبل بضم روسيا لأي أراضي أوكرانية. ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين بلينكن ولافروف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وسفراء مجموعة الدول الصناعية السبع لدى أوكرانيا في ميناء تشيرنومورسكو. أشار زيلنسكي إلى أن الاجتماع يهدف لإظهار الوحدة بين كييف والدول السبع لدعم الاتفاق الأممي الذي يسمح باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. كانت الأمم المتحدة قد توسطت في وقت سابق في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا الأسبوع الماضي لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمي والتي أثارتها الحرب. أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية هجوما وقع اليوم على سجن في منطقة تخضع للسيطرة الروسية، مناشدة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق الفوري فيما وصفته بجرائم حرب روسية. من جانبها ذكرت روسيا أن أوكرانيا شنت هذا الهجوم الذي قالت إنه أودى بحياة نحو 40 أسير حرب لأوكرانيا، ونفت ارتكابها أي جرائم حرب في أوكرانيا.
أعلن الكرملين أنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق للنار. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، والذي نفى وجود خطط لتنظيم محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وذكر بلينكن في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف لمناقشة تبادل السجناء المحتجزين لدى البلدين. نفت أوكرانيا أن تكون قواتها قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون عقب إعلان موسكو أن هجوما على السجن وقع في دونستاك التي تسيطر عليها القوات الروسية خلف عشرات من القتلى وعددا كبيرا من الجرحى. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا قصفت سجنا بصواريخ هامرس الأمريكية الصنع، ما أسفر عن مقتل 40 أسير الحرب في أوكرانيا وإصابة 75 آخرين. أعلنت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي في منطقة ليبتسك الواقعة في الجانب الغربي لروسيا. وذكر المكتب الإعلامي لدائرة الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع هجوم إرهابي في المنطقة لثلاثة أعضاء من مجموعة تخريبية أنشأها متطرفون في القطاع الأيمن الأوكراني المحظور في روسيا. وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنهم خططوا لتفجير عبوة ناسفة قوية في أماكن مزدحمة في إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في ليبتسك. قال حاكم منطقة ميكيولايف الأوكرانية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 في هجوم صاروخي روسي على المنطقة التي تقع جنوب شرقي البلاد، موضحا أن بعض الجرحى كانوا بالقرب من محطة للنقل العام. من جهة أخرى قتل 8 مدنيين وأصيب 19 آخرون في هجوم وفي هجمات روسية استهدفت منطقة دونتاستك خلال الساعات 24 ساعة الماضية. أضاف الحاكم المحلي للمنطقة أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيين 2 و4 كيانات روسية. أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات صدرت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يتعلق بالتدخل في انتخابات أجنبية وممارسة لأنشطة سبرانية خبيثة. كما تأتي هذه العقوبات متزامنة مع سلسلة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس قال إن بلاده محظوظة لأنها غير معتمدة على الغاز الروسي. وأضاف والاس أن روسيا تفشل في الكثير من الجوانب في أوكرانيا، وقد يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير استراتيجيته مجددا، ورأى أن الرئيس الروسي قد تحدى كل المنطق بما فعله في أوكرانيا ولم يرغب في الاستماع إلى العقل. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد كشف الأسبوع الماضي عن أن المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الفور. Yeah.
أعلنت وكالة الإحصاء للاتحاد الأوروبي اليوروستات ارتفاع التضخم في الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في يوليو مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمة الأوكرانية. أوضحت اليوروستات أن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو ارتفع إلى 8.9% في يوليو، بزيادة من 8.6% في يونيو وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها الوكالة. أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الألماني أصابه ركود في الربع الثاني من العام الحالي، إذ تدفع الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. في الولايات المتحدة تسارع التضخم مجددا خلال يونيو الماضي بعدما بقى مستقرا في مايو وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة، والذي يدخل في حساب نسبة التضخم ويرتكز إليه الاحتياطي الفيدرالي في تقديراته الاقتصادية. عكس هذا المؤشر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.8% بالمقارنة مع يونيو من عام 2021 الذي كان بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مايو، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم للعام الحالي سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما شدد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين، داعيا الكونغرس إلى تمرير القانون المقترح لتسهيل حياة الأمريكيين وتخفيف ضغط التضخم. أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوقة، فبشكل غير متوقع انكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود. وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، توقع البنك المركزي الأمريكي الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، بعدما أعلن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس. ورغم ذلك، توقع محللون اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% وتراوحت التقديرات ما بين معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2%، وذلك بعد أن انكمش الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول. وفي محاولة للخروج من الأزمة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة. بايدن اعتبر أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أدنى للضرائب المفروضة على الشركات ب 15%. وشدد بايدن في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث، وحث الكونغرس على تمرير القانون المقترح، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم. قالت إدارة الإحصاءات في سريلانكا إن التضخم في البلاد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 60.8% في يوليو، مقارنة بارتفاعه ل 54.6% في يونيو. وفي بيان آخر، قالت إدارة التعداد والإحصاء السريلانكية إن القفزة في مؤشر أسعار المستهلك قادها بارتفاع بلغ نسبته 9.9% في تضخم لأسعار المواد الغذائية. Yeah.
أعرب الكرملين عن تضامنهم مع بكين، وذلك غداة تحذير وجهه الزعيم الصيني إلى نظيره الأمريكي بعدم اللعب بالنار فيما يخص قضية تايوان. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تقف بالطبع بجانب الصين وتؤكد أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها، محذرا من أي إجراء يمكن أن يؤجج الموقف. افتتح ريشي سوناك وليز تراس المرشحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون الحدث الانتخابي الأول من سلسلة من 12 حدثا انتخابيا في كل أنحاء البلاد لإقناع أعضاء الحزب المحافظ بأدائهما. أظهرت استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الأوفر حظا، وقد تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والس، والذي أكد أن تجربة تراس تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة. اشتدت المنافسة الشرسة بين المرشحين النهائيين لرئاسة وزراء بريطانيا، وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس. ففي المناظرة التي جمعت بينهما في مدينة ليدز شمالية إنجلترا، عمل الاثنان على إقناع الجمهور عبر طرح برنامجيهما. المرشحان ركزا على قربهما من سكان المنطقة، إذ شددت تراس على أنها نشأت في مدينة ليدز حيث لا يزال والداها يعيشان، بينما قال سوناك إنه يقطن بالقرب من المدينة، وذلك في محاولة لكسب ثقة سكان المدينة. وزير المالية السابق أكد أنه سيقاتل من أجل كل صوت، مكرراً رفضه خفض الضرائب قبل عودة التضخم إلى مستوى معقول، بينما كانت تراس وعدت بخفض الضغط الضريبي منذ اليوم الأول. كما تمكنت تراس من جذب الاهتمام من خلال تطرقها إلى مواضيع مثل قطاع النقل والدعم البريطاني لأوكرانيا ودعم المزارعين المحليين. وبالنسبة للسياسة الخارجية، فقد تعهد كلا الخصمين بتوسيع دعم أوكرانيا ومقاومة صعود الصين، مع الاستفادة من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المرشحان تعهدا بدعم أجندة جونسون لتنشيط النمو في المناطق المهملة في المملكة المتحدة، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة ليدز. تأتي تلك المناظرة مع إظهار استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الأوفر حظاً، كما تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والس، الذي كتب أن تجربة تراس تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات مدمرة سببها هطول أمطار غزيرة في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية. ووصف حاكم الولاية أندي بشير الفيضانات بالمدمرة والمميتة وأنها الأسوأ في التاريخ. وأعلن الحاكم الديمقراطي حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، كما تم نشر 4 مروحيات تابعة للحرس الوطني إضافية إلى القوارب المطاطية للمساعدة في عمليات الإغاثة. في الفلبين ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وضرب شمالي البلاد الأربعاء الماضي، أدى إلى مقتل 10 أشخاص وأكثر من 150 جريحا. وتضررت ما يقرب من 218 بلدة في 15 مقاطعة من الزلزال، والذي تسبب في تحطيم نوافذ المباني في مراكز أو في مركز الهزة الأرضية، كما هز الأبراج الشاهقة الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة مانيلا. ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لتعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.
شهدت صادرات الصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 30.4% لتسجل 450 مليون دولار مقابل 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ذكر المجلس التظريفي للصناعات الطبية أن صادرات مستحضرات التجميل حققت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 72% عن النصف الأول من عام 2021. كما زادت صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية ب 13% وحققت صادرات الأدوية ارتفاعا بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020. عن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وبعض مدن وعواصم العالم. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة قدمناها من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم، أحكام قضائية نهائية. مصر تقدم خطابا إلى مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي. الأمم المتحدة تؤكد أن اتفاق الحبوب سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء وتدعو موسكو وكييف للتعاون من أجل إنجاحه.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع دينا عبد الكريم. يسعد مساكي دينا. يسعد مساكي أميرة، وبحب يسعد مساكي بتاعتك دي دايماً. مساء الخير يا دينا، كل سنة وانت طيب. يسعد مساكي مصر. النهاردة عندنا أخبار كتير حلوة وجميلة ومفرحة. يمكن على رأسها طبعاً في نشرتنا مجموعة من الأخبار اللي بتشير لزيادة الصادرات المصرية في المستحضرات الطبية وفي مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي، ومجموعة كتير من الأخبار. وطبعاً معانا فقرات متنوعة النهاردة في التاسعة معاكي لاكتشاف المواهب في البرامج المختلفة، ويمكن على رأسها إناكتوس. خلينا نتابع معاكي والتفاصيل الكتيرة اللي في الحلقة النهاردة. أنا بشكرك يا مصطفى، لأنك كمان مش بس مذاكر النشرة، مذاكر كمان الحلقة التاسعة. بشكرك وحقيقي النهاردة اليوم جميل ومبهج، وعندنا وقت كبير متخصص لمبادرات شبابية وحركات شبابية عظيمة بتحصل في إن شاء الله هنتابع وننضم الجمهور المشاهدين يا دي. شكراً مصطفى، وشكراً أميرة، ويسعد مساكم. شكراً لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالاً فقرات برنامج التاسعة.